على ركح خشبة المسرح الجهوي عز الدين مجوبي عاش الجمهور العنابي لحظات من الابتسامة والضحك مع نجومهم، ومن مختلف ربوع الوطن قدم هؤلاء ليعيش بهم الجمهور للحظة من لحظات الضحك والفكاهة والمواقف الساخرة. عجبني خلاه ورانا متشوقين للحضور مثل هذه التظاهرات. On est très content, on est très satisfait. C'est bien d'avoir des choses pareilles. C'est un moyen de loisir. C'est qu'il nous manque beaucoup حوايج كيما هادو. نتمنى هذه المبادرة تتكرر لأنه صراحة الجمهور العنابي مازال مشتاق لحوايج مثل هذه. الإقبال كان ملفتاً للانتباه من قبل عشاق الفن الكوميدي الساخر، وفنانو كوميديا أفلحوا في رسم لوحة جماعية عنوانها الابتسامة. فرصة مع زملائي توفيق مزعاش وكذلك محمد معنبة في وصلات للفكاهة. الجمهور الجزائري بحاجة إلى هذه التظاهرات الضحك. الحمد لله اليوم جاوب معي جمهور عنابة اللي كان في القمة. أنا نقول كلمة، أنا اليوم جيت نمتع جمهور عنابة، جمهور عنابة اللي متعني اليوم. يعني اليوم عجبني الحال لأنه يوم في العائلات في حضور كثيف تاع الجمهور، وهذا شيء فرح انه نوجيستمون لو بوبليك الجزائري محتاج لهذا التظاهرات. الله يبارك الله يبارك. غير 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 حطي رجلك حفرة. حوالي ساعتين من الفرجة والفن الكوميدي لم يمل العنابيون ولم يكلوا من عيش لحظات الفرح التي صنعتها شخصيات رسمت الابتسامة في 3 أيام لن تنسى.